بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فسلام عليكم جميعا أيها المشاهدون، ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب إنصاتكم وطاب استماعكم وتبوأت من الجنة منزلا. الله نسأل أن يجعل جمعنا في هذا البث المبارك جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. معشر الأحباب، بمناسبة انتشار هذا الوباء في جميع أنحاء العالم، نرفع أكف التضرع إلى المولى عز وجل، على الله يستجيب لنا هذا الدعاء، فنرفع أكف التضرع إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من هذا الداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا غير آجل، اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا غير آجل، اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا الجزائر وأمنه، واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظه من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم من أراد به خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوءا أو كيدا فأشغله بنفسك، اجعل كيده في نحره، اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
المسلمين إن شاء الله. اللهم إني أسألك أن ترحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. كان معكم عبد الرحمن فالح الجزائري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.